لازم شاط لازم 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 محبوب جمعة يسجل هدف الكويت الأول بضربة قوية. الله الله يا مروي الله يا مروي. بيلعبها في عرض الملعب ناحية داود وتاني الحارس صالح خطا جول. بشار الجول الوايل سليمان الشباب وكرة من فراج حطها. أحبتنا في كل مكان ورحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الكرة أهداف. كثير من الأهداف تطلبونها والبرنامج هذا منكم وإليكم. نتذكر هذه الحقبة الجميلة عندما نتذكر الآن سنوات مرت على الدوري الكويتي. نذكر على سبيل المثال 2010، شوف كم مر عليها من السنوات، مرت عليها سنوات متعددة. في أي حقبة كانت تبقى هذه المباريات قديمة أصبحت الآن وذلك الماضي الجميل، وسنوات تمر وتمر سريعا. ايضا البطولات الخليجيه، البطولات الاسيويه، لن نكون بعيدا عنكم دائما ودائما. كل الاهداف اللي تبقونها ان شاء الله راح نحط لكم في هذا البرنامج. بعد الفاصل نبدا المشوار. في 17/1 عام 2009 في بطولة الدوري العام لكرة القدم القادسية وكاظمة، ونحكي على مر التاريخ دائما مباريات القادسية وكاظمة مباريات مميزة. وبعض الأحيان عندما نعرض هذه الأهداف التي سنشاهدها نتذكر، ربما نقول احنا اللاعب المحترف محمد جمال ربما ما حد يذكره، يعني الذاكرة الآن سنوات. عندما نقول 2009 سنوات طويلة مرت على هذه المباراة. ايضا كان معهم محمد الداود وكاظم في تلك الحقبه. دائما نقول احنا بعض الانديه، عندما نتحدث عن بعض الانديه تحديدا ونتمنى ان يرتفع مستوى الاداء، كان كاظم افضل ما عليه خلال السنوات الاخيره. كانت مميزه لكاظم وكان الفوز لفريق نادي كاظم. دعونا نشاهد الهدف معا. توصل الى علي المشموم، محمد جمال بينيه، يوسف ناصر يلعبها على طول الى الكسندر الى فهد العنزي يلعب له كره وتوصل خطره لكاظمه شايت جول. الله، طبعا شوف اللاعب اللي يطوف محمد الداود، يا سلام عليك يا ناشئ، يا سلام عليك بكره مثل هذه حلوه من محمد الداود اللي بكل ثقه، يعني لاعب مو مرتبك وناشئ ويلعبونها كاظمه بهذه مباراه مهمه مثل هذه ايضا، ويعدي بكل ذكاء ويسجل هدف. عطى لعادل حسين ومداد مخرج اللقاء. شوف لما قلت لك اللاعب اللي يغزل شو يسوي؟ مشكله طبعا اللي يعدي من لاعب، صحيح انه امام المرمى ممكن يشوت، لا طبعا اوضح له شوف الان بعدها وشاف له الزاويه اوسع، بالتالي شايت الكره. شوف الزاويه اوسع له، شوف الجانب، شوف طبعا يا سلام. مهير الشمري وست خم سبع ثمان لاعبين حيطه، محمد راشد يأشر يقول باصوها لي ناحية اليمين، ونهير ما راح يسمع كلامك وراح يشوت على المرمى، ونهير وخلف السلامة بالجول. يقول ما علي لا من محمد راشد ولا من غيره، جول هذا، خلف السلامة جول وتعادل. تعادل في الدقيقة السادسة، في الدقيقة ستة خلف السلامة، إذا يستطيع التعادل في الدقيقة ستة من خلف السلامة. واحد واحد واشتغلت الألعاب النارية. هذه خلف السلامة، شوف هذا خلف السلامة شايتها وتغير اتجاهها وضربت في أحد اللاعبين وارتفعت الكرة. شوف ارتفعت على خالد شمري المغطي أو علي المشموم، شوف ضربت في أحد اللاعبين وارتفع لكاظمة. محمد جمال ضربة جزاء لكاظمة، ومحمد جمال يحاول
يلعب الكرة محمد جمال من ضربة جزاء ويسجل جول 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 لكاظمة جول لكاظمة ومحمد جمال يستطيع تسجيل هدف الثاني والتقدم لكاظمة. ومثل ما ذكرنا أن في هدف راح يدخل في أي لحظة، وطبعا ضربة جزاء واستطاع تسجيل محمد جمال محمد جمال محمد جمال طبعا. في 5/2 عام 2009 في بطولة الدوري العام لكرة القدم لقاء العملاقين أو لقاء السحاب، ذلك اللقاء الذي نتمتع فيه منذ سنوات طويلة من حقبة الستينات. مباريات العربي والقادسية لها طعم غير بالمتابعة بالجماهير بالحضور في الإعلام، دائما تبقى مباريات مميزة دائما. وعندما نسترجع الذكريات في حقب مختلفة كثير من المشاهدين يبون بعض الأهداف يطلبونها في مواسم متعددة، وهذه المباراة أيضا تم طلبها إن شاء الله وننفذها لكم إن شاء الله ونعرضها من المباريات الجميلة. العربي كان معهم خالد خلف، وخالد خلف أبوه أصلا كان مهاجم للنادي العربي، وأحمد خلف اللي هو والد خالد خلف كان لاعب هداف، لاعب إحنا نقول بمعنى العامية ما يثني قدام المرمى. خالد ولده نفس الطريقة، الفوز كان باللون الأخضر. نشاهد هدفي العربي. إشراق والعربي 3-3 إلى فراس الخطيب، فراس الخطيب الكرة معاه إلى خالد خلف، خالد خلف فراس حلوة ملعوبة جول يا ولد على الكرة، حلوة كرة فراس الخطيب يصلحها وبكعبه وضاغط العربي، وخالد خلف ضيع السهلة وحط الصعبة. خالد خلف ضيع السهلة وحط الصعبة، وحلوة الكرة وحلو الجول، ملعوب للعربي. هذا خالد خلف ورايح يعتذر من أبوه، يلم أبوه، هو مدرب فريق، ماكو أبوه الآن، ما فيه مدرب الفريق، مدرب الفريق أبوه بالبيت، هني لا ولد العربي يعني. طب شوف الكرة، يا سلام كرة فراس، وشوف شو اللفة، شوف هذه الكرات الخارج الريل، اللف اللي فيها ذكاء، مو بس تسجيل هدف، إنما لازم تلعب بهذه الطريقة. خالد ضيعت الشوط الأول لكن عوضت في الشوط الثاني، حلوة هذا، معناها ما تبي كرات سهلة. حطي إلى خالد خلف صاحب الهدف، إلى علي مقصيد، إلى خالد خلف، خالد خلف يلعب له كرة إلى فراس الخطيب، فراس الخطيب، خالد خلف جول، الثاني جول خالد خلف، الله، كرات بينية ما بين خالد خلف وفراس الخطيب، جول حلو يا سلام، جول بالفعل جميل جدا. وهذه النقلة الثانية بين اللاعبين من نفس المكان، من نفس المكان، الطريقة اللي لعبها هات واستلم على طول خلف الدفاع وبينية وجول، والعربي 2 عزز موقع العربي بهدف ثاني. شوف 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 فراس، شوف طبعا حقه يطالع يقطع في مكان فاضي ما يطالع، طبعا هذه الكرات وهذه الذكاء وقوية على طول، وسجل هدف الثاني خالد خلف نفس اللاعب في الدقيقة 24. إذا الدقيقة 24 يستطيع خالد خلف تسجيل هدف الثاني للعربي. شوف شوف ما في أفسايد من الخلف آتي، أيضا اللاعب المتقدم ما كان في أفسايد، وقوة وبقوة وجول آتي من الخلف وعلى طول بعد ما لعبها
احبتنا في كل مكان، وصلنا معاكم نهايه برنامجنا الكره اهداف. ان شاء الله استمتعتوا في حلقه اليوم، كل الاهداف اللي طلبتوها ان شاء الله ستكون خلال الحلقات القادمه. نسمع وجهه نظركم، اي وجهه نظر دائما تقبل بسد الرحب ان شاء الله. اشوفكم على خير، فالكم طيب ان شاء الله، اليوم دوم، مع السلامه. وجاسم شاف الجول، محبوب جمعة يسجل هدف الكويت الأول بضربة. الله الله يا مروي، الله يا مروي. بيلعبها في عرض الملعب ناحية داود، وتهي الحال صالح خطر جول. بشار الجول يا ولد. الوائل سليمان. الشباب وكرة من فراج عطر.